مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن عدم وجود صانع العاب حقيقي رقم 10 في النادي الاهلي وبطء بناء الهجمات وبطء التفكير. كابتن علاء، ما هو 10 مش موجود في الملعب، فانت فاقد جزء كبير قوي من طريقه لعبك. دايما كل مدير فني او كل فريق في راجل مسؤول عن شكلك الهجومي خصوصا شكلك، عن ريتمك المباراه عامل ازاي. زي ما قدامك كنت بتكلم هنا، دايما كنت بتكلم في الاستوديو، مدير فني موجود في الملعب، امتى بيهدي اللعب، امتى يسرع اللعب، امتى يتكلم، دايما هو العنصر الخطر اللي عندك. العنصر الخطر عندك يا ايمن مش موجود. 4-4-2 اتفقنا هنا كلنا الحمد لله، انت بترغي صانع الالعاب بتاعك، بتلغيه، الا في حاله واحده بس، لما بتلعب راسين حربه زي راس حرب اساسي وجونيور تحته او ممكن وليد، لكن ما بينزل على مساحه فاضيه بيقدر يلعب لك الكوره الخطر. انت بتعمل كل شغلك ده عشان التلت الاخير تعمل حاجه الخطر، كوره على الجنب، تمريره يروح واحد للجول. هو ده الراجل رقم 10 ده هو المسؤول عن شكلك كله، عشان دايما في العالم كله دايما رقم 10 ده اولا تلاقيه لعيب مطلوب في كل الانديه، قيمته غاليه جدا، وتلاقيه راجل مهاري كويس قوي، بيشوف الملعب كويس قوي، بيعرف يتحكم لك في الريتم او في الاداء. هو ده اللعيب الموجود عندك، انت فاقده وهداف كمان يا كابتن، وبيعرف يجيب جول في بعض الاوقات كمان يا هاني، وبيشوط على الجول وبيكمل. يعني انت بتتكلم بتقول مفيش هجمات خطر، مفيش شكل لعب حلو. ايوه، ما انا عايز اقول لك حاجه، عدم وجود رقم 10 يعني مفيش حلول تانية؟ لا يعني مش بص، يعني فين النادي الاهلي؟ العرضيات من اليمين والشمال، ما انا هقول لك اهو تسديد ماشي. عدم وجود 10 انت بتلغي طريقه لعبك. عدم وجود لعيب رقم 10 انت ما عندكش حد يلعب لك الدور ده، بس مش في النادي الاهلي. انت فاهمني؟ فرق كتير قوي بتلعب من غير 10، بس مش طب. ولا بيلعب على بطوله، ولا بيلعب انه شكله يبقى كويس، ولا دايما بيبقى في القمه. انت دايما بتلعب مطالب بنتائج وشكل حلو. نتائج ممكن بقى تعملها انت كده، كره عرضيه، كره طويله، تسديده، حد يتابع، كره ثابته، حلو قوي. شكل الاداء اللي بتدي انت بقى عايزه المرحله الثانيه، ما هو اللي بيعمله رقم 10 ده. فانت انت ما بتدورش على مكسب بس، اللي هو يجي زي ما يجي، مش النادي الاهلي. معلش، مع احترامي. لا صح، لا صح، مش النادي الاهلي. صح، مش النادي الاهلي. بس انت ممكن عن طريق كره عرضيه تكسب الماتش. ماشي، ما انا لسه بقول لك عن طريق كره ثابته تكسب الماتش، لكن مش انت يا ايمن، مش النادي الاهلي بيعتمد على حاجه زي كده. دايما النادي الاهلي بيعتمد على صانع العاب. من يوم ما وعينا على الكوره دايما النادي الاهلي فيه صانع العاب في نص الملعب، او نص ملعب بيلعب مثلا ثلاثه نص الملعب فيهم الحته الهجوميه عاليه جدا. فيهم اتنين بيكملوا بيعملوا لك زياده عدديه وكده، لكن في شكل اداء يا ايمن. 4-4-2 مع احترام كامل للي بيلعب بيها دايما، انت بتلغي حاجه اسمها نص ملعب، لان كل اعتمادك على حاجتين. كور طويله لاثنين المهاجمين كويس، واحد بياخد الكره الثانيه، او حاجات من كور من على العرض. هو ده اعتمادك الكلي. لكن هقول لك تاني، مش النادي الاهلي تعمل علامه كده اكس، مش النادي الاهلي بيلعب كده، اي حد يلعب تاني كده. انما انت عندك امكانيات وعندك اللعيبه اللي تعمل لك الامكانيات دي، او طريقتك تقدر تنفذها. الكلام ده ما عندكش لعيبه، لكن انت عندك لعيب واثنين وثلاثه، فلازم تستغل الكلام ده. يعني دي جونيور، ده 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 ديانج، ده ديانج. ديانج انا عارف ديانج كويس. الحاسه بقى يا كابتن علاء لسه هقول لك بقى. بص بقى، الباص ده ديانج على فكره مش ما ينفعش 10، هو عنده امكانيات كبيره، لكن مش عنده الحساسيه بتاع التلت الاخير. اللي هو التمريره توديك انت والجول، ده ممكن يوصل له الجول. انا بقول لك ايمن، دي مثلا يعني لو محمد مجدي موجود هتلاقي تمريره، هتلاقيها قدام بادجي كويس، هتلاقيها قدام بادجي اللي هو هيلمس هيروح له الجول كويس، ومقدر سرعته، ومقدر المسافه، ومقدر ان حارس مرمى ما يخرجش. صح، كل الكلام اللي بتكلم فيه ده صح اللي هو صانع الالعاب بيعمله في جزء من الثانيه. هو ده ايمن مظبوط، ده ممكن يعملها محمد مجدي. لو في المكان ده جونيور اجاييه هيعملها. صح، لو في المكان ده وليد سليمان هيعملها. لكن الكره جت لديانج، ديانج ما عندوش الحاسه اللي هو يقدر يلعب لك التمريره اللي توصلك للجول. عشان كده هو يعني طبعا لقطه ممتازه من فريق الاعداد بتاعنا كمان. وخلي بالك في بعض المواقف بيبان شويه برضو في عدم وجود قفشه بطء التفكير لبعض لعيبه خط. هو بص اهي، هم 11 لعيب حارس مرمى و10 لعيبه، انت كمدير فني بتشكل انت طريقه لعبك ازاي، والافراد اللي عندك ازاي. علاء مش زي عادل، مش زي يوسف، مش زي ايمن، كل واحد اللي ربنا مديله ملكه كده. صح، عشان كده لعبه اسمها لعبه جماعيه، مش لعبه فرديه، جماعيه.
المدير الفني الذكي اللي بيقدر يعمل التشكيل بتاعه اللي ينفذ الطريقه اللي في دماغه.